مرحبا مرحبا يا رمضان يا رمضان. مش مبسوطة عشان انت فترة؟ ايوه كده انا يعني استقبلت رمضان. طب انتوا بتعتمدوا على الوالد؟ والله الصوم بشهر رمضان بحب قوي الملوخيه، بتعمل لي الاكل خاص كده. عبيتان مشروب شهير داخل دولة جيبوتي، رحلة جديدة بناخدها ومستكملين معاكم داخل القارة الأفريقية للتعرف أكثر على الطقوس الرمضانية من خلال ضيفتنا إيان فارح، الطالبة من دولة جيبوتي المتواجدة داخل دولة مصر. هتشرح لنا أكثر على الطقوس الرمضانية داخل دولة جيبوتي وإزاي بيفطروا وإيه أشهر المأكولات والمشروبات. أهلا وسهلا بك، شرفتينا في جريدة الوفد. رمضان كريم. أهلا فيك، ربنا يخليك. كلمينا عن الطقوس الرمضانية داخل دولة جيبوتي، أشهر المأكولات والمشروبات. أشهر المأكولات أولا هي سمبوسة، ودي عبارة عن الدقيق بلاس اللحم المفرومة وفي بهارات خاصة، فده هو أكل مشروبات يعني مشهور كده في جيبوتي. أكلت السمبوسة المصرية؟ لا. ما تعرفيش إذا كان في اختلاف كبير ولا واحد؟ لا انا ما جربتهاش اصلا. ما جربتيش؟ بقالك كام سنه في مصر؟ انا هنا داخل كده السنه الرابعه ان شاء الله. اكلت اكلات مصريه؟ اكلت ايه؟ زي البسبوسه، وكمان في حلو، انا بحب الحلويات اكتر من الاكلات الحلويات. في اكله لاحظت ان هي تقرب لدولتك؟ زي الرز مع الفراخ. الرز والفراخ. طيب عايزة اعرف منك، الرز والفراخ عندنا احنا بنسميه رز وفراخ، هل ده ليه اسم اخر في جيبوتي؟ اسمه ايه بقى؟ بريس ودجاج. بريس ودجاج. دي اكلة معروفة هناك. بس بتتناول على مدار العام، ليست في شهر رمضان فقط. طيب السمبوسة دي في شهر رمضان فقط ولا؟ ايوه في شهر رمضان مخصص، بس في مناسبات بيعملوها زي العيد ميلاد كده، و يعني في مناسبات يعني. مناسبات فقط. طيب بالنسبة للمشروب. تمام، بالنسبة للمشروب. المشروب ده في أنواع كثيرة لحسب الشخص اللي بيحب العصير ده، فمعظمهم إحنا ما بنستخدمش حاجات يعني طبيعية زي العصائر اللي نعملها البرتقال، بس إحنا بنستخدم حاجات يعني جاهزة، بودرة نحطها كده بالمية والسكر وكده نحطها في الثلاجة. طيب قوليلي، هل المشروب ده كافة القبائل بيتم تناوله، يعني شعب جيبوتي كله بأكمله؟ احنا متوحدين يعني. متوحدين. عدد القبائل عندكم ايه كام؟ بس احنا دلوقتي كده في ما يقرب يعني. يعني سومالين في كثير قبائل، وفي عنفر برضو عندهم قبائل، والعرب خاصة اليمنيين، في يمنيين جيبوتيين كمان عندهم قبائل، بس احنا دلوقتي كده ثلاثة يعني. ثلاثة. طيب قولي لي، هل بيختلفوا في الطقوس الرمضانية والعادات والتقاليد ولا واحد؟ لا الثلاثة دول كل واحد عنده عادات وتقاليد خاصة ليه. كل واحد ليه عادات وتقاليد. ايوه في لغة كمان، نختلف اللغة. في اللغة. طيب يعني ممكن انت تختلفي عن زميلتك اللي من قبيلة أخرى في رمضان؟ لا. ولا الأكل عادي، أكل والمشروبات عادي، لكن اللغة فقط اللي بتختلفوا فيها. أيوة اللغة. اللغة فقط. والعادات والتقاليد. والملابس. يعني زي اللبس. قولي لنا أنت لابسة إيه؟ أنا ده هدية دقن بتاع الصوماليين اللي جبتي. اسمه هدية؟ هدية دقن. هدية رقم. دي زي الصومالي. زي جيبوتي. طيب دي كل القبائل في جيبوتي بيلبسوا اللبس ده ولا مختلفين؟ لا. جيبوتي الصوماليين. جيبوتي الصوماليين فقط. بلي العفر عنده لبس خاص. لبس خاص. العرب عنده لبس خاص برضه. طيب قولي لي، في السحور بتشربي ايه وبتاكلي ايه؟ احنا في السحور نشرب مية عادية بس بدون عصير. اما الاكل هو القمح والشعيرة كده يعني، في 15 اوائل في رمضان ممكن ناكلها يعني روتيني كده، حاجة متكررة كده. ال 15 اللي بعده ممكن نحطه كده رز باللبن او شعيرة باللبن، يعني اللبن زبادي يعني. هو انتوا دي عادة يعني موجودة مقسمين الشهر؟ ايوه كده يعني. طب كويس. طيب قولي لنا انتوا بتستقبلوا ازاي، يعني انت كبنت بتستقبلي ازاي رمضان، والدك والدتك واخواتك؟
بصراحة احنا نستقبل رمضان كالأسرة، ما فيش يعني شخص يعني يرحب بالرمضان حاجة خاصة لي. احنا لما كنا في البلد كنا نرحب بعض كده مع الماما والبابا والأخواتنا كده مع بعض، كل الأسرة لوحدهم بيحتفلوا وبيجهزوا كده ويستقبلوا كالأسرة كالأسرة. احنا دلوقتي لما جيت في مصر تعرفت حاجات كثيرة في رمضان، عشان انا بقدر دلوقتي بحتفل لوحدي. بعدين بتحتفل زي في مصر برمضان؟ صراحة انا دلوقتي انا قاعدة اوضة لوحدي، بجيب حاجات الزينة كده بعمله اي يعني ديكور. حلو ديكور. يعني انت عاجبك الزينة اللي في، هل موجود ده في جيبوتي؟ الا بس مش هي المصري يعني. طب عبارة عن ايه اللي موجود في جيبوتي؟ هو عبارة عن الفينوسات الصغيرة بس هتبقى غالي يعني. غالي؟ الأسعار مرتفعة. مش هتبقى لوحدك يعني، لو جابت ماما هتبقى في البيت. دك انت عايزة حاجة خاصة. أيوة. طيب قولي لنا انتوا في البيت بتزينوا البيت في جيبوتي وفي الشوارع ولا لا يوجد؟ لا في البيوت احنا بنعملها نظافة قوي يعني. بتنظفوا؟ ايوه نظيفه قوي، بنعمل نظافه جدا يعني كالاسره. والزينه في اماكن مشهوره كده يعني، الدوله اللي بتعمل مش احنا يعني. كنت بتاخدوا منهم وبتعلقوا، لكن مفيش حد بيعمل في جيبوتي. لا. بس العاده دي موجوده في جيبوتي. تعليق الزينه دي موجود يعني. انت لما جيتي مصر هنا ما اتفاجئتيش؟ بس مصر ما شاء الله يعني مش زي جيبوتي يعني. هنا بكثره في الشوارع، في الحارات، في اي مكان يعني بكثره. في زينة مشهورة قوي من جيبوتي، أماكن مشهورة يعني، أماكن معينة. أيوة مكان، أماكن حكومية قصدي كده. طيب قولي لي، هو أنتوا في البيت عندكم باباكي أو أخواتك بيفطروا برا ولا بيفطروا داخل المنزل؟ لا داخل المنزل. مفيش عندكم فطار برا؟ طيب في عندكم مائدة الرحمن؟ إيه؟ مائدة الرحمن عندكم؟ مائدة الرحمن شو؟ يعني إحنا عندنا هنا بيتعمل شادر، الناس بتفطر في الشارع. هناك هل ده موجود ولا موجود في المساجد فقط؟ لا في المساجد وفي البيوت بس مفيش. مفيش. في المساجد ده بيبقى بشكل دائم على مدار الشهر 30 يوم؟ بشكل دائم. انتوا بقى بتشاركوا وبتطلعوا الاكل. طيب قولي لي انت صغيرة كنت بتحتفلي ازاي برمضان؟ بصراحة اهم حاجة ليا عشان ايه بتعامل في وقت رمضان، عشان انا مش قادرة اصوم يعني، مش وقتي يعني اصوم. فوقتها ماما بتعمل لي الاكل خاص كده، فعشان كده انا كنت مبسوطه. مش مبسوطه عشان انت فتره؟ ايوه كده انا يعني استقبلت رمضان. طيب قولي لي والدتك ازاي بتستقبل رمضان؟ والدك هل بيجهزوا مثلا دروس قران، تفسير قران؟ ايوه الحمد لله. هل انتم مقسمين رمضان الاول وسط الاواخر ولا لا؟ الحمد لله احنا اول بابا، فاول ما اول ما يدخل رمضان فاحنا بنعمل ايه بقى، اول ما نصلي صلاه العشاء فلازم كل شخص ياخذ المصحف عشان يقرا القران، عشان نخلص خلال رمضان او مره او مرتين يعني تختمه. ختم قران. طيب في السحور في مسحرات بيطوف في الشوارع ولا بتعتمدوا على المسجد؟ لا بصراحه كل اسره يعني بابا هو مش هينام كده يعني، هو اللي بيصحينا. هو اللي بيصحيكم، انتوا بتعتمدوا على الوالد. طيب وفي مؤذن مثلا بيأذن في رمضان؟ يعني انا اعرف ان في بعض المساجد بتأذن 3 مرات، وفي مره واحده وفي مرتين كتنبيه. ايوه في مساجد في اذان يعني قبل السحور وكمان قبل الاذان يعني في موجود يعني. موجود. طيب بيبقى اذان كامل ولا اذان متقاطع؟ لا متقاطع. متقاطع. طيب عارفه العبارات اللي بتتقال؟ ايوه احنا بننطق كده في الكلمات العربيه، ما فيش في لغتنا يعني. طب قولي لنا بالعربي بيقولوا ايه في المسجد المؤذن؟ وقت يعني السحور قصدك يعني؟ السحور سحور وبيقول كده. سحور سحور. في عندكم ابتهالات او اناشيد دينيه مخصصه لدوله جيبوتي تختلف عن الدول الاخرى؟ الاناشيد ايه يعني بتاع اناشيد دينيه يعني، في ناس بتحتفل برمضان بالمدح، في مديح على مدار الشهر، في ابتهالات معينه، في اناشيد دينيه معينه؟ ايوه في اناشيد باللغه الصوماليه. عارفه حاجه منهم؟ طب قولي لنا سمعينا حاجه منهم. ص
صوم 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 ولا صوم بشهر رمضان. دي ده اللي بتحتفلوا بيه ده باللغه الصوماليه. يعني صوم صوم ده يعني صوم بهذا الشهر هو شهر رمضان ده بتحتفلوا برمضان بالشكل ده. صوم 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 يعني في نشيد كتير يعني مش في نشيد يعني صغيرين اطفال صغيرين بيغنوا فيها. عارفه حاجه منهم؟ وفي نشيد يعني للكبار كده. لو سافرتي جيبوتي ايه اكتر عاده تاخديها من مصر لجيبوتي؟ عاده رمضانيه هتطبقيها هناك في جيبوتي؟ هو بصراحه هي زينه. الزينه ده كل الافارقه هياخدوا الزينه بتاع مصر. طيب قولي لنا هنا بتفطري مع مصريين؟ بتاكلي ايه بقى في رمضان اكله مصريه؟ بتشربي ايه في السحور ولا في السحور وفي الفطار؟ الفطار اولا في مشروبات وكده فواكه زي البرتقال والتفاح وحاجه زي كده. شربت الصوبيا؟ ايه رايك في الصوبيا؟ حلو جدا. طيب وبعد كده على طول ناكل يعني نتعشى كده. طب بتاكلي اكله مصريه بتحبيها في رمضان يعني بتفطري ايه في رمضان؟ بحب قوي الملوخيه. عندكم ملوخيه في جيبوتي؟ خالص. يعني انت اتعرفت على الملوخيه هنا؟ ايوه هنا. شكرا ليكي، نورتينا وشرفتينا في جريده الوفد. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله تقضوا شهر كريم داخل مصر. ينور عليك، رمضان كريم. مرحبا مرحبا يا رمضان يا رمضان.